بن طالب بن شريم. على كل حال حبنا الكريم أيها الإخوة أينما كنتم، شوطنا ينطلق بعون من الله ورعايته، والكلمة مرة أخرى تعود إلى الزميل العزيز سعد بن مطلع العتيبي. في روحي وفي قلبي غمام من المهد. على بركة الله مشاهدينا الكرام، أيها الإخوة الحضور، تسير عجلة الأشواط مرة أخرى آخذة في الدوران، متواصلين مع انطلاقاتنا لهذا اليوم للفترة المسائية وللأشواط المفتوحة، حيث شهدنا الشوط الرئيسي يسجل باسم ظن لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر سالم بن فاران المري الذي توج مع ظن بناموس الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار، وجاء هياض ليهيض المشاعر مع انطلاقته القوية المعهودة كما عودنا هياض من خلال أدائه القوي الذي دائما ما يترجمه بالانتصارات في الأشواط الرئيسية، لينتزع كذلك هو بدوره الناموس في الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا القعدان مع المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. على بركة الله إذن مشاهدينا الكرام ننطلق من جديد، وهذه هي الانطلاقة الرابعة وهذا هو الشوط الرابع، الشوط الخاص بثنايا قعدان لمسافة 6 كيلومترات، حيث دشنا في هذا اليوم في الفترة الصباحية مسافة 6 كيلومترات لتكون هي المسافة التي ننطلق فيها لأول مرة ضمن موسم 2009-2010. أتابع معكم مقدمة هذا الشوط ونتابع الشارد، الشارد يحتل المركز الأول وينطلق الشارد لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية، النقلة على المركز الثاني وعلى شاهين، شاهين يحتل المركز الثاني للشاعر سعيد بن سالم بن مسعود المري، بينما النقلة على المركز الثالث، هنا ضغط يحتل المركز الثالث للسيد فهد بن سعيد البو سعيد الخيارين، ولنا تعليق على هذا الاسم، اسم حلو وان شاء الله ما يجيب لك هذا الشوط، الضغط يا ضغط، الشوط فيه ضغط وضغط هذا الشوط عالي. عموما المركز الرابع مشاهدينا الكرام يصل في هذه اللحظات، مهيب يحتل المركز الرابع وتعود ملكية مهيب للسيد محمد بن عبد الله بن ديله المري، بينما خامس المراكز شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ضيف الميدان شاهين مع المضمر خليفة بن خميس الغويص السويدي، ونحن أيضا بدورنا نرحب بكل الضيوف الأعزاء هنا على ميدان التحدي. 5 أسماء إذن على انطلاق هذه المقدمة، وأن هناك مشاهدين الكرام أيضا هناك أسماء تنتظر الفرصة السانحة لكي تتواجد ضمن الدائرة الإعلامية للخمسة المراكز الأولى، قائمة الخمسة نجوم. عموما من يتصدر الشارد؟ ما زال الشارد يشرد حتى هذه اللحظة بالمركز الأول وبالناموس، ينطلق الشارد مشاهدينا الكرام للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي شاهدناه في هذا الصباح يتألق ويسجل نقطتين من خلال أيضا فوز ثقة وفوز آخر تسجل في هذا الصباح. ها هو ينطلق المشاغب مع الشارد وشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذي يزين ظهر الشارد على المركز الأول. المركز الثاني الشاعر وصل مع شاهين يحمل الرقم 1 ويريد التواجد على مدرج رقم 1، شاهين في المركز الثاني لسعيد بن سالم بن مسعود المري. المركز الثالث ضغط، هذا هو ضغط اللي يحتل المركز الثالث لسيد فهد بن سعيد البو سعيد الخيارين، ضغط، وهذا الشوط ايضا هو شوط ضغط، شأنه كشأن الأشواط الماضية وكشأن الأشواط اللاحقة، دائما ما تكون هذه المنافسات في هذه الأعداد الكبيرة وفي ظل هذا مشاهدينا الكرام وفي ظل هذا الكم الهائل من المشاركين، لذلك
فأن الشوط يكون فيه ضغط كبير. عموما أتمنى التوفيق لضغط الذي أيضا يتحمل مسؤولية إيصال السلامات إلى أهالي الخرسعة. تسلل الآن مشاهدين الكرام ودخول على مستوى المركز الثالث أراه من قبل الفارس. الفارس يتسلل الآن من المركز الرابع إلى المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني الذي رافق هياب في ناموس الشوط الرئيسي. غير الفارس الآن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني إلى المركز الثاني مع المرعب ناصر الشهواني. المركز الثالث شاهين سعيد بن سالم بن مسعود. المركز الرابع وصل النجادي. النجادي يصل في رابع المراكز للسيد سعيد بن حمد بن لزيوح المري، ومعروف هذا المربط مربط النجادية ومربط النجادي. انتظروا مفاجآت بن لزيوح مع النجادي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتراجع ضغط لفهد بن سعيد أبو سعيد الخيارين. هذا هو نداءنا الثاني وما زال الشارد يشرد بناموس هذا الشوط. الشارد يحتل المركز الأول يسيطر مشاهدينا الكرام، هو الآن في مناخ ملائم للفوز، في مناخ صحو، في مناخ معتدل، في مناخ يتمتع فيه بالرفاهية، يتمتع فيه بالحيوية، يتمتع فيه بالنشاط. ولولا هذا النشاط لما قاده الأمر إلى صدارة هذا الشوط. كيلوين متر على خط النهاية، وهذا هو الشارد وهذا هو الشعار الذي شاهدناه على الشقب وعلى برزان وعلى الأسماء الكثيرة المتعددة. هذا هو مشاهدينا الكرام نراه هذا اليوم على ظهر الشارد في المركز الأول. التحركات الآن بدأت من قبل الفارس وكذلك النجادي. الفارس الآن يخطف مقدمة هذا الشوط وينتزع بطاقة العبور إلى المركز الأول من الشارد. يا سلام يا الفارس، الفارس حتى هذه اللحظة يريد أن يكون فارس هذا الشوط. منطلق الفارس ومعه جنبا إلى جنب النجادي وكيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، وهذا هو الفارس يسيطر الآن. المركز الثاني نجادي للسيد سعيد بن حمد بن لزيوة. المركز الثالث يتراجع فيه الشارد للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن سالم بن مسعود المري. وخامس المراكز هناك اللي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. نحاول أن نتعرف على المركز الخامس الحساس. وصل الحساس الآن وانطلق الحساس يا جماعة. الحساس وصل الآن وانتقل إلى المركز الرابع للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع علي بن حمد بن جرحب المري. والكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير، وهنا مشاهدين الكرام النجادي والفارس. الفارس الله، انطلق الفارس الآن وصدرت التعليمات من المرعب بانطلاقة الفارس إلى المركز الأول، وها هو الآن ينطلق مشاهدين الكرام. عندما أحس بخطورة الحساس، الحساس انطلق الآن يا جماعة. الحساس واصل، غير إلى المركز الثاني الحساس للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن جرحب. والمركز الأول الفارس، الفارس ما زال حتى هذه اللحظة هو فارس هذا الشوط. الفارس فارس هذا الشوط للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. ولكن الحساس واصل يا جماعة، الحساس يقلص الفارق الآن ويعلن مشاهدينا الكرام اللحظات العصيبة على الفارس. ولكن الفارس مشاهدينا الكرام هو فارس هذا الشوط. خلاص يا جماعة، الفارس يحلق بناموس هذا الشوط وينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. والنقطة الثانية في هذا اليوم للمرعب. المركز الثاني جاء فيه الحساس للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الثالث النجادي لسعيد بن حمد بن لزيوح المري. المركز الرابع
الزاجل للسيد محمد بن هادي الدهن، بينما المركز الخامس الشارد لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذا مشاهدينا الكرام هكذا تابعنا معكم عبر الهواء مباشرة المنافسة القوية والمنافسة التي جمعت ما بين الفارس وما بين الحساس، ولكن الفارس حسم الموقف وقطع مسافة الستة كيلومترات واصلا أولا، توقيته الزمني 9 دقائق و36 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثاني كان من نصيب الحساس وقطع المسافة في 9 دقائق و38 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني وللمضمر علي بن حمد بن جرحب المري. المركز الثالث كان من نصيب النجادي وقطع المسافة النجادي مسافة 6 كيلومترات في زمن مقداره 9 دقائق و45 ثانية و24 جزءا من الثانية. تهانينا لمالك النجادي.